معلم داخل فصل دراسي يصفع طالبا ويعنفه في إحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية في السعودية. أما السبب فهو اتهام المعلم للطالب بالضحك، وهو الاتهام الذي رفضه الطالب. نتابع جزء من الحادثة التي تم توثيقها في فيديو أثار بعد تداوله ضجة على مواقع التواصل ودفع بإدارة تعليم الأحساء إلى فتح تحقيق في الواقعة. اثنين ما تسمعني، بيتك افتح يدك شتان ما ولا تضحك في القران ده جاي سكر يا حيوان. لا ضحك لا تكتب، انت قاعد تضحك ما حطيت يدك على مك، ما حطيت يدك على مك، لا فيها ألف شيء وقاعد تطلع. قلت لك يا مروان اكثر مره انبهته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جاوبني صح ولا لا؟ لا تكذب، جاوبني صح ولا لا؟ إدارة التعليم في الأحساء بالسعودية قررت فصل المعلم، ووفقا لبيان إدارة التعليم فإن الحادثة وقعت قبل شهر أثناء تأدية الطلاب اختبار مادة القرآن الكريم. وذكر البيان أن المعلم اعترف بالحادثة مبديا ندمه وأسفه ومقدما اعتذاره للطالب وولي أمره، وعوقب المعلم بفسخ عقده والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس مستقبلا. هذا بالإضافة إلى اعتذار الطالبين اللذين قاما بتصوير الفيديو ونشره وحيلتهما أو إحالتهما إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقا للأنظمة والتعليمات. وبمجرد الإعلان عن القرار انقسمت الآراء على تويتر في هاشتاغ فصل المعلم اعتدى على طالب الذي وصل إلى قائمة الأعلى تداولا في السعودية. انقسمت الآراء بين مؤيد لعقوبة المعلم وبين من اعتبرها قاسية ولا تتناسب مع حجم الخطأ. كثيرون ذكروا في الهاشتاغ أنهم سبق وتعرضوا للضرب على يد معلم، وهو ما دفعنا إلى محاولة قياس مدى شيوع الضرب في المدارس عن طريق تصويت حلقتنا لليوم. سؤالنا كان: هل سبق أن تعرضت للضرب من قبل مسؤول أو معلم في المدرسة؟ خلينا نشوف النتائج. النتائج جاءت كالتالي: 79% أكدوا تعرضهم للضرب في المدرسة، أما الأقلية وهي 21% فلم يتعرضوا للضرب من مسؤول أو معلم في المدرسة. مشاهدينا، لازال هناك وقت لمشاركتكم في الإجابة على تصويت حلقة اليوم، وذلك عبر حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة. ردود الفعل على تصويت حلقتنا لليوم كانت كبيرة وحملت وجهات نظر مختلفة. كثيرون شاركونا تجاربهم الشخصية، مثل هذه التغريدة اللي قال صاحبها أنه يده تشهد عدد الليات أو خراطيم المياه التي انفسخت عليها أو تقطعت على يده. خاتما، أن من يتعلم بالضرب سيطبق في المستقبل. مشاركة أخرى كشف صاحبها عن معاناته مع الضرب، ما تسبب له بخوف وارتباك في الدراسة. مغرد كرر نظرية متداولة بين كثير من الأهالي وتقال للمعلمين ومدراء المدارس: اللحم لك يا معلم والعظم لنا. نختم مع هذه التغريدة التي ذكرت صاحبتها أن لو كان في تصوير قبل 25 سنة كان فصلوا كل المعلمات اللي عدوا عليها، ولكنها ترى تجربتها مع الضرب أو الجلد زي ما سمته إيجابية، وأنها أصبحت اليوم مثلهم وعرفت قدرهم. الانقسام لم يقتصر على مؤيد للضرب ورافض فقط، بل ركز كثيرون على نقطة أنه هذه العقوبات التي تطال المعلمين ويعفى منها الطلاب ستهدد هيبة المعلم، وهو رأي ضيفنا اللي ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان، المحاضر وباحث الدكتوراه المهتم بالتعليم الأكاديمي وافي عبد الله. أهلا فيك معنا يا دكتور. يعني في جدل كبير جدا صاير، واحدة من الأشياء اللي الناس ركزوا عليها هي النقطة اللي أنت ذكرتها أنه سقوط هيبة التعليم. طيب بس يعني عادي كمان المعلم يضرب الطالب؟ أهلا بك أختي الكريمة، حياك الله وأحيي الجمهور الكريم. بالنسبة للقضية الله يسلمك، لابد أن الافتداءيات وحيثيات هذه القضية، ولابد أن يحكم الإعلام كما حكم في القضية وكما وجه مسار القضية من البداية، أن يعرف حيثيات القضية التي حكم فيها بالفصل، لا سيما أن قرار الفصل هو أصعب القرارات التي من الممكن أن يتخذها يعني مسؤول في نظام الخدمة المدنية، كما تنص على ذلك لائحة تأديب الموظفين. صحيح.
ولذلك يجب علينا أن نطلع على حيثيات القضية التي أدت إلى الفصل، وإلا كان حكم الناس في هذه القضية بأن الحكم جائر وهو أكبر من القضية. تنص المادة الثانية أو عفوا الرابعة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين على أنه لابد أن تكون العقوبة موافقة للقضية الصادرة، لابد أن يكون هناك نوع من التوازن. أما أن يصدر حكم بهذه الطريقة فليس من العدل أن يصدر حكم بهذه الطريقة، وأيضا ليس من العدل أن لا يطلع من كان له دور في الحكم على حيثيات هذه القضية. طيب يعني احنا يا دكتور حاولنا نتواصل مع وزارة التعليم وتحديدا المسؤولين في الاحساء، قالوا انهم يكتفوا بالبيان اللي اصدروه واللي نحن ذكرنا نقاطه، ومن اهم النقاط الواردة فيه انه المدرس اعترف بخطأه واعتذر للتلميذ ولأهله، معناه انه هو يعني مقر بالذنب. يعني دكتور وافي انت سامعني الان؟ الو ايوه سامعني دكتور، هل انت معانا على الخط؟ طيب يبدو انه في مشكله عندنا في الخط. كان معنا من عمان المحاضر وباحث الدكتوراه المهتم بالتعليم الاكاديمي وافي عبد الله، شكرا لك.